النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين هي جزء من المجتمع المدني. أردنا في هذا اللقاء أن نجتمع معا للتعبير عن رفضنا القاطع لزيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وكذلك لنرفع معا شعار لا لتدنيس تونس، لنرفض معا أن تكون تونس أرض للتطهير وأرض لغسيل الشبهات. هي أنا نشوفها غلطة اللي هما يستقبلوك، يعني ما تنجمش أنت تعمل حاجة شعبك اللي انتخبك مش موافق عليها. أنت كيفي في حالة كما كي نحن حتيناك أنت تعمل حاجات اللي نحن نوافق عليها، نجيب العبد اللي نحن حشنا به. حاولنا ساعة في وسط العرض نعدوا الجرائم اللي قامت بها المملكة، وعبرنا على رفضنا لزيارة الملك سلمان ولأي قائد من قائدي الدول المجرمة.